السلام عليكم أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي الشعبة العلمية. النهاردة إن شاء الله معادنا مع حصة جديدة من حصص مادة تطبيقات الرياضيات. طبعا إحنا ابتدينا المراجعة بتاعتنا في الحصتين اللي فاتوا، راجعنا الاستاتيكا فرع الاستاتيكا، والنهاردة إن شاء الله نبتدي المراجعة النهائية لفرع الهندسة الفرعية. إن شاء الله في الحصة دي هنعمل ملخص شامل لمنهج الهندسة الفرعية، نعمل مراجعة لأهم الملاحظات على كل درس ومسائل على المفاهيم الهندسية وحل مسائل منوعة على الهرم والمخروط. نبدأ كده بسم الله. احنا نقسم الحصة بتاعتنا إلى 3 أجزاء. الجزء الأول هنتكلم فيه عن المفاهيم الهندسية في مستوى الفراغ، ثم بعد كده هنتكلم إن شاء الله عن الهرم بأنواعه، ثم آخر الحصة إن شاء الله نتكلم عن المخروط الدائري القائم. نبدأ كده بسم الله، وقبل ما نبتدي طبعا يكون معانا ورقة وقلم ونبتدي نسجل أي ملاحظات نقولها أو أي مسائل هنحلها مع بعض، بحيث نبقى إيه نقدر نستطيع إن إحنا نحل كل المسائل إن شاء الله. نبدأ كده في مجموعة من المسلمات، هنبتدي الحصة بمجموعة من المسلمات على المستقيمات ومستويات الفراغ. أولها إن يتحدد الخط المستقيم تحديدا تاما إذا علم عليه نقطتين مختلفتين. يعني المستقيم كنا نقول زمان المستقيم يتعين بأي نقطتين عليه، يبقى أي نقطتين مختلفتين بيعينوا لي مستقيم واحد. يعني لو عندي نقطة أ ونقطة ب يبقى بيمر بيهم مستقيم واحد هو مستقيم أ ب، زي الشكل اللي قدامنا ده. والمستقيم نقدر نقراه بأي نقطتين عليه، يعني المستقيم ده ممكن نقراه أ ب أو ب ج أو أ ج أو ج أ، كل ده صحيح، يبقى المستقيم بيتعين بأي نقطتين عليه. تاني حاجة يتقاطع المستقيمان في نقطة واحدة، أدي مستقيم تاني أهو، يبقى المستقيمين دول تقاطعوا في نقطة إيه؟ طبعا نقطة ب. عدد المستقيمات المارة بنقطة واحدة هو عدد لا نهائي من المستقيمات. طبعا أنتوا شايفين نقطة ب هنا مر بيها مستقيمان، لكن ممكن نرسم مستقيم تالت ورابع وخامس وهكذا، يبقى في عدد لا نهائي من المستقيمات اللي بتمر بنقطة. أما عدد المستقيمات المارة بنقطتين مختلفتين هو مستقيم وحيد. نكمل المسلمات بتاعتنا. حالات تعيين مستوى، عندنا 4 حالات بيتعين بيهم مستوى. أول حاجة لو عندي 3 نقط ليست على استقامة واحدة زي أ و ب وج اللي إحنا شايفينهم. تاني حاجة لو عندي مستقيم ونقطة لا تنتمي ليه زي مستقيم أ ب ونقطة ج. تالت حاجة لو عندي مستقيمان متقاطعان زي أ ب وج د. آخر حاجة لو عندي مستقيمان متوازيان وغير منطبقان زي أ ب وج د. اي حاله من الاربعه بتعين مستوى واحد، يبقى لو عندي 3 نقط ليست على استقامه واحده او مستقيم ونقطه خارجه عنه او مستقيمان متقاطعان او مستقيمان مختلفان ومتوازيان. بعض الملاحظات عندنا المستقيمان المتخالفان لا يجمعهم مستوى واحد، المستقيمان المتخالفان لا يتوازيان ولا يتقاطعان، وده تعريف المستقيمان المتخالفان. يبقى إيه لو حبيت اعبر عنه في جملة واحدة أقول إيه؟ المستقيمان المتخالفان لا يجمعهم مستوى واحد. أما لو حبيت أعبر عنه بجملتين أقول إن المستقيمان المتخالفان لا يتوازيان ولا يتقاطعان. المستقيمات الرأسية طبعًا بتكون إيه؟ متوازية. المستقيمان الموازيان لثالث الفراغ متوازيان، دي مسلمة إقليدس. أقل عدد من النقط تعين مجسم في 4 نقط وهي رؤوس إيه؟ هرم ثلاثي. وأقل عدد من الأضلاع تعين مجسم هي 6 أضلاع أو 6 أحرف، وطبعا المجسم هو برضه هرم ثلاثي. أقل عدد من المستويات تعين مجسم هي 4 مستويات وهي أوجه هرم ثلاثي. يبقى معنى كده إن أقل مجسم في عدد الأوجه أو عدد الرؤوس أو عدد الأحرف هو الهرم الثلاثي. برضه تبع الملاحظات بتاعتنا عدد المستويات المارة بنقطة هي عدد لا نهائي من المستويات. عدد المستويات المارة بنقطتين هي عدد لا نهائي برضه من المستويات. عدد المستويات المارة ب3 نقط على استقامة واحدة يعني مستقيم واحد طبعا عدد لا نهائي. عدد المستويات المارة ب3 نقط ليست على استقامة واحدة طبعا مستوى وحيد. يتقاطع المستويان في خط مستقيم وينطبق المستويان إذا اشترك في 3 نقط ليست على استقامة واحدة. بيقول لي إذا تقاطع 3 مستويات مثنى مثنى، يعني كل 2 بيقطعوا بعض، فإن خطوط تقاطعهم إما أن تكون متوازية زي الشكل ده، شايفين خطوط التقاطع هي متوازية، أو خطوط التقاطع دول 3 مستويات الأخضر والأحمر واللبني بيتقاطعوا في خطوط تقاطعهم بتتقاطع في نقطة واحدة. إذا تقاطع 3 مستويات مثنى مثنى فإن خطوط تقاطعهم إما أن تكون متوازية أو بتكون بتتقاطع خطوط التقاطع في نقطة
كده 14 ملحوظة. طبعا المفاهيم الهندسية أغلبها أسئلة بتبقى تعتمد على التذكر والفهم، لكن طبعا لازم أكون عارف كل الخواص اللي إحنا قلناها. ممكن نعمل لها سكرين شيت عشان نسجلها عندنا كلها عشان عددها كبير شوية. تعالوا نشوف مع بعض أول سؤال عندنا. السؤال الأول عبارة عن اختار الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. الأسئلة دي بتقيس الكلام اللي إحنا لسه قايلينه، طبعا سمعنا عنه كتير فلازم نعرف الإجابات بتاعته بسرعة. أول حاجة، جميع المستقيمات الرأسية بتكون متقاطعة ولا متعامدة ولا متخلفة ولا متوازية؟ طبعا جميع المستقيمات الرأسية مالها متوازية. المستقيمان المتخالفان هل هما متقاطعان، متعامدان، غير متوازيان وغير متقاطعان، متوازيان؟ طبعا مستقيمان متخالفان للسائلين غير متوازيان وغير متقاطعان. قل عدد من المستويات تحدد مجسم، احنا لسه قايلينها برضو، طبعا هو الهرم الثلاثي اللي هو مين؟ عدد أوجهه أربعة. من أربعة في الأسئلة تختار عدد المستويات التي تمر بثلاث نقط على استقامة واحدة، طبعا عدد لا نهائي المستويات. عدد المستويات التي تمر بثلاث نقط ليست على استقامة واحدة، طبعا مستوى وحيد. عدد المستويات التي تمر بمستقيم ونقطة لا تنتمي إليه، برضو مستوى وحيد يعني واحد. عدد المستقيمات التي تمر بنقطتين، طبعا مستقيم وحيد. شوف السؤال الثامن، يكون المستقيمان متخالفان إذا كان متقاطعان ولا متوازيان ولا يجمعهما مستوى واحد ولا لا يجمعهم مستوى واحد. طبعا مستقيمان متخالفان مالهم؟ لا يجمعهم مستوى واحد. فرقم تسعة بيقول لي جميع الحالات الآتية تعين مستوى ما عدا نقط، يبقى هو عايز الحالة اللي ما تعينش مستوى. مستقيم ونقطة لا تنتمي إليه بتعين مستوى. مستقيمان متوازيان مختلفين طبعا بيعينوا مستوى. طب مستقيمان متقاطعان بيعين مستوى، يبقى الأكيد هي الإجابة د. تعال نشوف كده الإجابة، الاختيار د، مستقيمين متخالفين. طبعا مستقيمين متخالفين ما بيعينوش مستوى، الإجابة عندي هي د. إذا كان س وص متوازيين حيث س تقاطع ص بفاي، فإن المستويين متقاطعين ولا متوازيين ولا منطبقين ولا غير منطبقين؟ طبعا أنتوا عارفين المستويين متوازيين بيكون تقاطعهم بفاي، يبقى الإجابة ب هي مستويين متوازيين. والتوازي سواء بين مستقيمين او بين مستويين او بين مستقيم ومستوى، اي توازي تقاطع الاثنين المتوازيين لازم يكون بايه؟ بفاي. بس العكس غير صحيح، ان ممكن يكون عندي مستقيمين تقاطعهم بفاي ويكون متخالفين برضه، يبقى هنا لكن لما اسال مستويين متوازيين يبقى تقاطعهم بفاي. تعالوا نتكلم، دي كانت طبعا المجموعه الاولى من الاسئله ال10 مسائل دول على اسئله تختار الاجابه الصحيحه على المفاهيم الهندسيه الاولانيه اللي هي عن المستقيمات والمستويات والفراغ. نشوف بعد كده نتكلم بقى تاني جزء من الحصه بتاعتنا، نتكلم عن الهرم والهرم القائم والهرم المنتظم، وفي كمان الهرم منتظم الوجود. طبعا الهرم القائم، راجع كده التعريف بتاعتهم بسرعه. الهرم القائم هو هرم اذا كان يكون الهرم قائما اذا كان موقع العمود المرسوم من راس الهرم على قاعده يمر بمركزها الهندسي. يعني اللي قدامنا ده هرم رباعي لان قاعدته على شكل رباعي. الهرم ده عشان اقول عليه ان هو قائم بيبقى الارتفاع او العمود المرسوم من راسه يقابل القاعده في مركزها الهندسي. يعني ميم نون ده ارتفاع الهرم قابل القاعده في نقطه تقاطع الهرم ده، في الحاله دي نعتبره هرم ايه؟ قائم. يبقى الشرط الهرم قائم، وكلمه قائم جايه من عمود صح؟ يبقى اذا الهرم القائم بيكون ارتفاعه المرسوم من راسه يقابل قاعدته في مركزها الهندسي. القاعده لو مثلث المركز الهندسي للمثلث هو نقطه تقاطع متوسطات المثلث. لو كان مربع مستطيل معين متوازي اضلاع كل ده مستطيل، كل ده نعتبره بيكون المركز الهندسي بتاعه نقطة تقاطع القطري. تعالوا نشوف تعريف الهرم المنتظم. عشان الهرم يكون منتظم لازم قاعدته الأول تكون مضلع منتظم ومركزه موقع العمود المرسوم من رأس الهرم. يعني ممكن نقول إن الهرم المنتظم هو هرم قائم، بس في شرط كمان إن قاعدته مضلع منتظم. يعني اللي قدامنا ده هرم رباعي، عشان نقول إن الهرم الرباعي ده منتظم في شرطين، إن يكون قائم. يعني إيه قائم يا مستر؟ يعني العمود المرسوم من رأسه يقابل قاعدته في مركزها الهندسي اللي هي نقطة تقاطع القطرين. تاني شرط عشان نقول عليه إن هو منتظم إن تكون القاعدة بتاعته مضلع منتظم. طب الشكل الرباعي المنتظم نسميه نسميه مربع، يبقى إذا الهرم الرباعي المنتظم قاعدته مربع وارتفاعه يقابل قاعدته في مركزها الهندسي اللي هي نقطة تقاطع القطرين.
أما لو كان هرم ثلاثي منتظم يبقى قاعدته مثلث متساوي الأضلاع، خماسي منتظم يبقى قاعدته خماسي منتظم، وهكذا. طب إيه هي خواص الهرم المنتظم؟ أحرفه الجانبية متساوية. فين أحرفه الجانبية؟ اللي هي ميم ألف وميم ب وميم ج وميم د. أوجه الجانبية سطوح مثلثات متساوية الساقين ومتطابقة. يعني ميم ألف ب ده مثلث متساوي الساقين، وميم ب ج مثلث متساوي الساقين، وهكذا. كل المثلثات دي متساوية الساقين ومتطابقة. أما ارتفاعاته الجانبية هتكون طبعا متساوية الطول. ده الكلام على الهرم المنتظم. يبقى عرفنا الهرم القائم والهرم المنتظم. العلاقة بين الارتفاع والارتفاع الجانبي للهرم المنتظم، أنا هتكلم عن حالتين هنا، عن الهرم الثلاثي المنتظم والهرم الرباعي. اللي قدامنا ده ميم ألف ب ج، هرم ثلاثي منتظم طبعا. يبقى ميم نون هو ارتفاعه يقابل القاعدة النقطة نون اللي هي نقطة تلاقي المتوسطات. ده معناه ان الف ه كمان متوسط. في علاقة مهمة جدا نبقى عارفينها، ان الارتفاع الجانبي، فين الارتفاع الجانبي؟ انها هو ميم ج ه. لو وصلت ميم ه، تعالوا نرسمه كده مع بعض، ان انا هوصل ميم في النقطة ه. ميم ه ده يعتبر عندي هو الارتفاع الجانبي. فالارتفاع الجانبي طبعا مثلث الزاوية دي قايمة، زاوية ده ارتفاع. تعرفين ان ميم ه تربيع بتساوي ميم نون تربيع زائد نون ه تربيع. يبقى اذا مربع الارتفاع الجانبي بيساوي مربع الارتفاع بتاع الهرم زائد نون ه. نون ه ده بيساوي جذر 3 على 6 من طول ضلع القاعده. ليه؟ لان الف ه ده ارتفاع القاعده او ارتفاع مثلث مستوى الاضلاع، بيساوي جذر 3 على 2 طول ضلعه. ونون ه تلت الف ه، تلت في جذر 3 على 2 تديني جذر 3 على 6 طول ضلع قاعدته. القاعدة دي مهمة، بنربط فيها ما بين الارتفاع الجانبي وارتفاع الهرم وطول ضلع القاعدة، ده حالة الهرم الثلاثي المنتظم. تعالوا نشوف الهرم الرباعي المنتظم. هنا الارتفاع الجانبي، تعالوا نبص على المثلث ده، طبعا الزاوية دي كده قايمة. الارتفاع الجانبي هنا عندي هنا هو ميم سين. ميم سين تربيع بيساوي ميم نون تربيع اللي هو الارتفاع زائد نون سين تربيع. يبقى في الحالة دي نون سين ايه علاقته ب ج نصه؟ يبقى الارتفاع الجانبي اللي هو ميم سين تربيع لو ربعته يساوي مربع ارتفاع الهرم زائد نص طول ضلع القاعدة تربيع. العلاقتين دول مهمين في الهرم الثلاثي والهرم الرباعي المنتظم. الحاجة المهمة جدا في الهرم وفي المفروض طبعا برضه بعد كده، حجم الهرم ومساحته الجانبية والكلية. حجم الهرم بيساوي ثلث مساحة القاعدة في الارتفاع أو ثلث قاف عين. قاف اللي هي مساحة القاعدة وعين الارتفاع. أما المساحة الجانبية بتساوي نص محيط القاعدة في الارتفاع الجانبي. المساحة الكلية بتساوي المساحة الجانبية زائد مساحة قاعدة الهرم. يبقى عشان أجيب حجم الهرم محتاج تلت مساحة القاعدة في الارتفاع، المساحة الجانبية محتاج نص محيط القاعدة في الارتفاع الجانبي، أما المساحة الكلية بتساوي المساحة الجانبية زائد مساحة قاعدة الهرم. تعالوا نشوف مع بعض أول مثال في الهرم. طبعا ده مثال اتنين لأن احنا خدنا مثال واحد في المفاهيم. بيقول لي عين حجم الهرم الثلاثي المنتظم اللي هو في الشكل. تعالوا نشوف ايه المعطيات اللي عطاهاني. عطاني ارتفاعه ب 12 سم، وعطاني طول ضلع القاعده ب 6. طب ما احنا عارفين ان حجم الهرم الثلاثي المنتظم او حجم اي هرم يساوي ثلث مساحه القاعده في الارتفاع. فالاول هجيب مساحه القاعده. القاعده مساحتها هي مثلث متساوي الاضلاع اللي هو نص حاصل ضرب الضلعين في جيب الزاويه المحصوره، يبقى نص 6 في 6 في جهه الزاويه ما بينهم. طبعا مثلث متساوي الاضلاع جميع زوايا كام درجه؟ كل زاويه من زوايا كام درجه؟ 60. هيطلع مساحة القاعدة ب 9 جذر 3 سنتيمتر مربع. كده جبنا مساحة القاعدة. حجم الهرم بيساوي ايه؟ ثلث مساحة القاعدة في الارتفاع. ابتدي اعوض ثلث مساحة القاعدة احنا جايبينها ب 9 جذر 3 في الارتفاع بتاعنا ب 12، هيطلع الناتج 36 جذر 3 سنتيمتر مكعب. عايز اقول ملحوظة، حاجة محفوظة كده، ان المثلث متساوي الاضلاع مساحته بتساوي جذر 3 4 س تربيع او جذر 3 على 4 في مربع طول ضلع. عارفين مساحه المربع مربع طول ضلع. مساحه المثلث متساوي الاضلاع جذر 3 على 4 في مربع طول ضلع. وممكن اجيب مساحه القاعده على طول بالقانون ده. نشوف مع بعض خواص الهرم الثلاثي منتظم الوجوه. وعايزكم تفرقوا ما بين الهرم الثلاثي المنتظم بس والهرم الثلاثي منتظم الوجوه. الهرم الثلاثي منتظم الوجوه جميع اوجه الاربعه مثلثات متساويه الاضلاع. انما الهرم الثلاثي المنتظم بس بيكون قاعدته بس مثلث متساوي الاضلاع، اما اوجهه الجانبيه بتكون مثلثات متساويه الساقين ومتطابقه. ناخد بالنا من النقطه دي مهمه جدا. يبقى اول حاجه من خواصه ان اوجهه الاربعه مثلثات متساويه الاضلاع.
ولدى جميع أوجه مثلثات متساوية الأضلاع يبقى جميع أحرافه الستة متساوية في الطول، مساحته الجانبية بتساوي 3 في مساحة أحد أوجهه، وطبعا مساحة الوجه الواحد جذر 3 على 4 لام تربيع اللي هو طول ضلعه، يبقى إذا المساحة الجانبية كلها 3 جذر 3 على 4 لام تربيع، حجمه جذر 2 على 12 لام تكعيب، مساحته الكلية 4 مساحة أحد أوجهه أو جذر 3 لام تربيع. نمرة 6، النسبة بين مساحته الجانبية ومساحته الكلية 3 إلى 4. طب ليه دي؟ لأن المساحة الجانبية مساحة الأوجه الجانبية فيه كم وجه جانبي؟ 3. أما المساحة الكلية هضيف لهم القاعدة يبقى ليه كم وجه؟ كلهم 4. يبقى النسبة، وطبعا المثلثات دي كلها متساوية الأضلاع متطابقة، النسبة بين المساحة الجانبية للهرم الثلاثي منتظم الوجوه ومساحته الكلية 3 إلى 4. النسبة بين طول حرفه وارتفاعه جذر 3 إلى جذر 2، والنسبة دي بتتكتب بثلاث صور، لو ضربنا هنا في جذر 2 هيبقى جذر 3 في جذر 2 بجذر 6، وجذر 2 في جذر 2 ب2، ولو ضربنا النسبة دي في جذر 3 جذر 3 في جذر 3 ب3، وجذر 2 في جذر 3 بجذر 6. النسبة بين طول حرفه وارتفاعه الجانبي هي 2 إلى جذر 3. ملاحظين الهرم الثلاثي منتظم الوجوه فيه خواص كتير جدا يجب إن إحنا ناخد بالنا منها. تعالوا نشوف مع بعض مثال 3. بيقول لي عين الحجم والمساحة الكلية للهرم الثلاثي منتظم الوجوه الذي طول حرفه 12، حرفه اللي هو لام طبعا، هبتدي حجم الهرم بيساوي ايه؟ منتظم الوجوه جذر 2 على 12 لام تكعيب، يبقى اللام عندي هضرب اللام دي ب 12 أس 3 هضربها بجذر 2 على 12 هيطلع الناتج 144 جذر 2 سنتيمتر مكعب. بعد كده المساحة الكلية، انتوا عارفين القانون بتاعنا، المساحة الكلية للهرم منتظم الوجوه جذر 3 لام تربيع، يبقى جذر 3 في 12 أس 2 هيطلع 144 جذر 3 سنتيمتر مربع. طيب السؤال ده على الهرم الثلاثي منتظم الوجوه. نشوف مع بعض مثال 4. هنا بيقول لي عين حجم الهرم الرباعي المنتظم اللي طول ضلع قاعدته 20 وارتفاعه 36. فاكرين قانون الحجم؟ حجم الهرم بيساوي ايه؟ ثلث مساحة القاعدة في الارتفاع، يبقى انا محتاج اجيب مساحة القاعدة. طيب والهرم الرباعي المنتظم قاعدته بتكون على شكل ايه؟ على شكل مربع، يبقى انا عايز اجيب مساحة القاعدة اللي هي مربع، وانتوا عارفين مساحة المربع طول الضلع في نفسه، يبقى مساحة القاعدة 20 في 20 هيديني 400 سنتيمتر مربع. نبتدي نجيب حجمه، ثلث مساحة القاعدة في الارتفاع، يبقى ثلث في مساحة القاعدة جايبينها ب 400 في الارتفاع بتاعه 36 هيطلع الناتج 4800 او 4800 سنتيمتر مكعب. سؤال مباشر، اكتب القانون وعوض فيه، بس لازم طبعا اكون عارف خواص الهرم الرباعي المنتظم، اعرف ان قاعدته مربع عشان لما اجيب مساحه القاعده يبقى هي مساحه مربع طول الضلع فيه نفسه. مثال 5 بيقول لي الشكل المقاومات، عايز المساحه الجانبيه والكليه للهرم الرباعي المنتظم. يبقى الشكل اللي قدامنا ده هرم رباعي منتظم، اعطاني ايه هنا؟ اعطاني 15 دي بتمثل ايه؟ بتمثل ارتفاعه الجانبي، و12 بيتمثل لي طول ضلع القاعده. طب انا عشان اجيب المساحه الجانبيه محتاج ايه؟ محتاج نص محيط القاعده في الارتفاع الجانبي. طيب نص هينزل، محيط القاعده هي مربع طبعا، ومحيط المربع طول الضلع في 4. طول ضلعه كام عندنا؟ 12. لو مسكنا الاله الحاسبه وضربنا 12 في 4 هيطلع محيط القاعده بكام؟ ب 48، وطبعا الارتفاع الجانبي شايفينه بكام؟ ب 15. هذا بنص في 48 في 15 هيطلع الناتج 360 سنتيمتر مربع. كده جبنا المساحه الجانبيه. طب المساحه الكليه، المساحه الكليه بتعتمد على المساحه الجانبيه اللي احنا جبناها بتساوي المساحه الجانبيه زائد مساحه القاعده. المساحه الجانبيه جايبينها ب 360، ومساحه القاعده اللي هي مربع بتساوي طول الضلع في نفسه 12 في 12 ب 144، يبقى انا هجمع المساحه الجانبيه اللي هي 360 زائد مساحه القاعده 144 هيطلع الناتج 504 سنتيمتر مربع. شوف مثال 6، هرم رباعي منتظم حجمه 300 سنتيمتر مكعب وارتفاعه 9 سنتيمتر، اوجد طول ضلع قاعدته. يلا بينا كده نشوف مع بعض، واعطيني الحجم فابتدي اكتب قانون الحجم. حجم الهرم بثلث مساحة القاعدة في الارتفاع، يبقى مساحة قاعدته بتساوي حجمه على ثلث الارتفاع. حجمه ب 300 على ثلث ارتفاعه اللي هو 9 هيديني الناتج 100. طب نفتكر كده، هو الهرم الرباعي المنتظم قاعدته بتكون عبارة عن ايه؟ عن مربع، يبقى مساحة المربع بتساوي 100
يبقى طول ضلع المربع هجيب جذر 100 هتساوي 10 سنتي، يبقى طول ضلعه بيساوي 10 سنتيمتر. مثال 7، هرم سداسي منتظم. احنا خدنا على الهرم الثلاثي وخدنا الهرم الرباعي وخدنا الهرم الثلاثي منتظم الوجوه. دلوقتي مسألة على الهرم سداسي منتظم، طول ضلع قاعدته 12 وارتفاعه الجانبي 10 جذر 3، بيقول لي اوجد مساحته الجانبية والكلية. طيب ده كده القاعدة، انا ارسم، مش هرسم الهرم كامل، دي القاعدة بتاعته عبارة عن سداسي منتظم، وده كده الارتفاع اللي هو بيصنع زاوية قايمة هنا، أما ده كده بيعتبر الارتفاع الجانبي. في الحالة دي هو أعطيني طول ضلع القاعدة ب12 وأعطيني الارتفاع الجانبي ده ب10 جذر 3. في الحالة دي أنا عايز أجيب المساحة الجانبية. طب المساحة الجانبية بتساوي إيه؟ أنا الأول هجيب مساحة القاعدة عشان أحتاجها في المساحة الكلية. طبعا في مساحة المضلع المنتظم بتساوي نون على 4 س تربيع ز طبيعي على نون. نون عندي هنا اللي هي عدد اضلاع السداسي اللي هي 6 على 4 في طول ضلعه تربيع اللي هو 12 تربيع، ز طبيعي على نون يعني 180 على 6، هيطلع بالآلة 216 جذر 3 سنتيمتر مربع. كده جبت مساحة الايه؟ القاعدة. دي مساحة السداسي المنتظم. تعالوا نجيب بقى المساحة الجانبية، بتساوي نص محيط القاعدة في الارتفاع الجانبي، يبقى نص محيط القاعدة طول الضلع ب 12 اضربها في 6 لانه دي 6 اضلاع متساويين. الارتفاع الجانبي هو اعطوني ب 10 جذر 3، هيطلع الناتج بالعمليه الحسابيه بالاله 360 جذر 3 سنتيمتر مربع. كده انا جبت المساحه الجانبيه وجبت مساحه القاعده. اظن المساحه الكليه سهله. هجمع المساحه الجانبيه اللي هي 360 جذر 3 زائد مساحه القاعده اللي هي 216 جذر 3، هيطلع الناتج 576 جذر 3 سنتيمتر مربع. السؤال ده كان خاص بالهرم السداسي المنتظم. نكتفي كده بأسئلة على الهرم بأنواعه، وهنخش دلوقتي في الجزء الأخير من الحصة بتاعتنا اللي هو على المخروط الدائري القائم. طبعا انتوا عارفين شكل المخروط بتاعنا اللي هو الشكل دوت، عبارة عن قاعدته بتكون دايرة وليه رأس وليه سطح دوراني كده. الشكل دوت ألف ب يعتبر هو الارتفاع من المخروط، ب ج يعتبر نص قطر المخروط، أما ألف ج هو راسم المخروط. الدايرة اللي في هنا دي اسمها قاعدة المخروط، يبقى في حاجة اسمها راسم المخروط اللي هو رمزه لام، وفي محور المخروط أو ارتفاع المخروط اللي هو ألف ب، وفي نص القطر. طبعا هناخد المثلث ده بره، الارتفاع رمزه عين والراسم رمزه لام ونص القطر نق. وطبعا انتوا عارفين الارتفاع يعني عمودي على القاعده، يبقى في الحاله دي اقدر اطبق نظريه فيثاغورس، يبقى لام تربيع بتساوي عين تربيع زائد نق تربيع، او عين تربيع بتساوي لام اس 2 ناقص نق اس 2، ونق اس 2 بتساوي لام اس 2 ناقص عين اس 2. طبعا دي نظريه فيثاغورس كاتبها بثلاث طرق مختلفه، لو عايز لام او عايز عين او عايز نق. طيب حجم المخروط الدائري القائم، طبعا حجمه زي حجم الهرم، طولت مساحة القاعدة في الارتفاع. طيب حجم المخروط، طب ما القاعدة عندي عبارة عن ايه؟ عن دايرة، ومساحة الدايرة بتساوي باي نق تربيع، والارتفاع رمزه ايه؟ عين. يبقى اذا حجم المخروط بيساوي طولت باي نق تربيع عين. المساحة الجانبية والكلية، المساحة الجانبية بتساوي نص محيط القاعدة في الارتفاع الجانبي. طبعا محيط القاعدة باي نق 2 باي نق، يبقى نص محيط القاعدة اللي هو يعتبر باي نق. طب الارتفاع الجانبي في المخروط يناظر ايه في الهرم؟ في الهرم يناظره ايه في المخروط؟ بيناظره الراسم المخروط اللي هو لام. يبقى اذا المساحة الجانبية للمخروط بتساوي باي لام نق او باي نق لام، هي ايه؟ اما المساحة الكلية طبعا بتساوي المساحة الجانبية اللي هي باي لام نق زائد مساحة القاعدة اللي هي باي نق تربيع. كده عرفنا قوانين الحجم والمساحة الجانبية والكلية للإيه؟ للمخروط الدائري القائم. واللي ينسى الحجم أو المساحة الجانبية والكلية للمخروط هم نفس القوانين بتاعة الحجم والمساحة الجانبية لمين؟ والكلية للهرم المنتظم. طيب تعالوا نشوف مع بعض، طبعا ده المخروط بتاعنا. تعالوا نشوف مثال 8 على المخروط الدائري القائم. بيقول لي عين حجم المخروط الدائري القائم بالشكل المقابل ده. في البداية لازم أكون عارف هو أعطاني إيه عشان أقدر أجيب حجم أو اللي هو بيطلبه مني. طبعا اللي أعطوني بيشاور عليه بالسهم ده اللي هو مين؟ أيوه ارتفاع الإيه؟ المخروط. وال 15 دي تعتبر هي راسم المخروط، يبقى عندي لام وعندي عين. مفيش مسألة مخروط حجم أو مساحة جانبية أو كلية
اقدر احلها بدون نص قطر. يبقى في البداية لازم اجيب نص قطر الايه؟ المخروط نقد تساوي جذر لام تربيع ناقص عين تربيع، يعني جذر 15 اس 2 ناقص 13 اس 2 هيطلع 2 جذر 14 سنتي. كده جبنا نقد. نبتدي نجيب بقى حجم المخروط، بيساوي تلت باي نقد تربيع عين، يبقى تلت باي النقة عندي ب 2 جذر 14 تربيعها ب 56، وعين عندي بكام؟ اعطاني ب 13. هضرب هيطلع الناتج تقريبا بالآلة 242.7 باي سنتيمتر مكعب. طيب ده كده مثال على حجم المخروط الدائري القائم. شوف مثال 9، يقول لي أيهما أكبر حجما، مخروط دائري قائم طول قطر قاعدته 15 وارتفاعه 20، أم هرم رباعي منتظم ارتفاعه 40 ومحيط قاعدته 48؟ سؤال جيد جدا، سؤال حلو بيربط بين المخروط والهرم. ففي البداية هنجيب حجم المخروط، وانتوا عارفين حجم المخروط بيساوي ايه؟ تلت باي نق تربيع عين، يبقى تلت باي، هو اعطيني طول قطر القاعدة، ده طول القطر اهو ب15، يبقى نص القطر ب7 تربيع، 7.5 تربيع، وارتفاع المخروط بكام سنتي؟ ب20. هنضرب الكلام ده بالآلة هيطلع تقريبا 1178 سنتيمتر مكعب، ده حجم المخروط. تعالوا نشوف مع بعض الهرم. هو هنا اعطيني هرم رباعي منتظم ارتفاعه 40 ومحيط قاعدته 48. انتوا عارفين الهرم الرباعي المنتظم تكون قاعدته عباره عن مربع، يبقى في البدايه اعطيني محيط القاعده، يبقى انا هقدر اجيب طول ضلعها اقسم 48 على 4 هيديني 12 سنتي. هبتدي اجيب حجم الهرم، طول مساحه القاعده هي مربع في الارتفاع طول، ومساحه المربع طول الضلع في نفسه يعني 12 في 12، الارتفاع عندي 40، هيطلع الناتج 1920 سنتيمتر مكعب. تعالوا بقى نشوف العلاقة ما بين حجم المخروط وحجم الهرم، هو عايز أن الأكبر، طبعا واضح إن حجم الهرم أكبر من حجم المخروط، يبقى حجم الهرم هو الأكبر. ده كان مثال 9. نشوف مثال 10، أعطيني الشكل ده قدامنا، بيقول لي احسب المساحة الجانبية والكلية لمخروط دائري قائم، نص قطر قاعدته 6 وراسمه ب 12 سنتي. طيب في البداية أنتوا عارفين إن المساحة الجانبية بتساوي باي نق لام، يبقى هضرب باي في نق اللي هي بخاء 6 في لام ب 12 هيطلع الناتج عندي 72 باي سنتيمتر مربع. المساحه الكليه للمخروط تساوي باي نق لام اللي هي 72 باي زائد باي نق تربيع اللي هي مساحه القاعده، عوض يديني 72 باي، نق عندي ب 6 تربيعها ب 36 باي، اجمع ال 72 باي زائد 36 هيطلع الناتج 108 باي سنتيمتر مربع. كده عرفنا المساحة الكلية للمخروط. مثال 11 برضه على المخروط، قاعدة مخروط دائري قائم طول راسمه 15 ومساحته الكلية 154 باي سنتيمتر مربع. طيب هو هنا اداني الراسم ب 15 واداني المساحة الكلية. تعالوا نكتب القانون بتاع المساحة الكلية، المخروط بيساوي باي نق لام زائد باي نق تربيع. المساحة الكلية دي اداني بكام؟ ب 154 باي. واداني اللام قيمتها بكام؟ ب 15، هبتدي اعوض، يبقى اللام ب 15 باي نق زائد باي نق تربيع بتساوي 154 باي، هقسم على الباي طرفين وهنحولها لمعادله تربيعيه، تبقى نق تربيع زائد 15 نق ناقص 154 بتساوي صفر، هحلل تبقى نق ونق، وال 154 7 في 22 الفرق بينهم 15، يبقى النق هتساوي 7 يا النق بسالب 22، طبعا ما تنفعش بسالب، يبقى نص قطر قاعدة المخروط بيساوي كام سنتي؟ 7 سنتي. سؤال مميز، سؤال جميل، ويعتبر برضه سؤال فيه فكرة شوية. طيب نشوف مثال 12، بيقول لي أوجد حجم مخروط دائري قائم مساحته الجانبية 220 وطول راسمه 14. جميل. في البداية المساحة الجانبية بتساوي باي نق لام، واللام هو عطاني بكام؟ ب 14، هعوض يبقى 14 هقسم بقى طبعا 220، الباي معروفة ب 22 على 7، يبقى النق بتساوي ايه؟ 220 على باي في لام اللي هي ب 14 هتطلع نق بكام؟ ب 5 سم. كده جبنا نق وعندنا لام ب 14، طب هو عايز الحجم، يبقى انا محتاج طبعا عين بتساوي ايه؟ جذر لام تربيع ناقص نق تربيع، لام تربيع ب 14 تربيع ناقص نق تربيع ب 5 تربيع، هيطلع الناتج الارتفاع ب 3 جذر 19. يبقى تعالوا نشوف بس احنا عملنا ايه في الاول، احنا كان عاطيني المساحه الجانبيه وطول الراسم جبنا منها نق، بعد كده عندي لام وعي ونق اقدر اجيب الارتفاع. ليه بجيب الارتفاع؟ لان حجم المخروط بيعتمد على معرفتي نص القطر والارتفاع. نبتدي نكتب بقى حجم المخروط بيساوي تلت باي نق تربيع عين، يبقى تلت في باي النق عندي ب5 تربيع ب25 وعين ب3 جذر 19، هضرب الكلام ده بالآلة هيطلع الناتج 25 جذر 19 باي سنتيمتر. في ناس بتسألني ليه انت ساعات بتسيب الباي وساعات بتعوض عنها؟ طبعا ده حسب الاختيارات اللي اعطاهاني، لو هو عايز لاقرب سنتيمتر مربع مثلا او مكعب، يبقى في الحاله دي بعوض على الباي بالاله عادي، في الاله اللي هي 3 14 من 100،
اما لو كان عايزها بدلاله باي فما تعوضش عنها كده زي ما هي. نشوف مثال 13 من الامثله المهمه برضو. الشكل المقابل ده طبعا قطاع دائري اسمها شبكه المخروط، باللي مستعينا بالشكل ده عين ارتفاع المخروط. اولا لازم اكون عارف العلاقه ما بين المخروط الدائري القائم والقطاع الدائري. طبعا معروف ان القطاع الدائري لو سنينا القطاع الدائري بحيث ينطبق نصفي القطرين م ا وم ب على بعض هينتج قطاع دائري. في ملحوظتين مهمين لازم اكون عارفهم. اول ملحوظه ان طول راسم المخروط بيساوي طول نص قطر القطاع، يعني لام بكام هنا؟ لام بتساوي 21 سم. تاني حاجه ان محيط قاعده المخروط، محيط القاعده دي بيساوي طول القوس بتاع الايه؟ القطاع الدائري. يبقى في الحاله دي محيط القاعده ب 2 باي ن، هي الدايره يعني، بتساوي 44 سم، يبقى النق بتساوي هقسم 44 على 2 باي هتساوي 7 سم. كده بقى عندي لام وعندي نق، اقدر اجيب الارتفاع. عين بتساوي جذر لام تربيع ناقص نق تربيع، يبقى جذر 21 اس 2 ناقص 7 اس 2 هيطلع الناتج 14 جذر 2 سنتيمتر. برضو من المسائل المميزه اللي هي علاقه القطاع الدائري بالمخروط الدائري القائم. قبل ما نختم الحصه بتاعتنا النهارده، المخروط فيه ثلاث ملاحظات لازم اكون عارفهم. بينتج من ايه؟ المخروط الدائري بينتج من حاجه من ثلاثه، من دوران مثلث قائم حول احد ضلعي القائمه، نمرة اتنين من دوران مثلث متساوي الساقين حول ارتفاعه المرسوم من رأس، نمرة ثلاثة ينتج من فني قطاع دائري بحيث ينطبق نصفي قطري القطاع على بعض. ده كده حتة بس عن المخروط لازم نبقى عارفينها. حاجة تانية ان المخروط الدائري اما بيدور مثلث قائم حول الضلع مثلا ا ب اللي هو ضلع القايمة، في الحالة دي ا ب نعتبره الارتفاع والضلع الاخر للقايمة هو نص قطر. يبقى المخروط الدائري اللي بينتج من دوران مثلث قائم بيكون ارتفاعه هو الضلع اللي بيدور حواليه المثلث، اما نص قطره هو الضلع الاخر من ضلعي القائم. دي بعض الملاحظات اللي لازم ناخد بالنا منها. يبقى النهارده الحمد لله ان احنا رجعنا على الهندسه الفراغيه باكملها، وشملت المفاهيم والمستقيمات والمستويات في الفراغ، وشملت الهرم بانواعه سواء هرم منتظم وهرم قائم والهرم منتظم الوجوه، وشملت المخروط الدائري القائم، وعرفنا كمان ازاي نجيب الحجم والمساحة الجانبية والكلية. اشكركم واتمنى لكم التوفيق والنجاح، والقاكم في الحصة القادمة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.